لا 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 لا، ردوا علي انا جاهز. ردوا علي انا جاهز. احتكرام يا شيخ عبد الرحمن، ولو غالي والطلب رخيص جاهزين. طبعا هذا تلبيه لاحد الاخوه كتب لي معلقا انه لا ليتك تعلق على الدقيقه 25. هذا الفيديو بالامس احنا هذا علقنا عليه ونشرناه ضمن سلسله الوهابيه في كيس، المشقيه في كيس، لكن انا ما شفت هذه الدقيقه فنعلق بما يفتح الله. طيب الحمد لله انا انتصر لرجل يذكرني بقول الله عز وجل: انهم فتيه امنوا بربهم وزرناهم هدى. طيب اكمل الايه: وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا في السماء، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. العودي انتصر دمشقي انتصر لرجل تنطبق عليه الآية في سورة الكهف. شوف شوف على الفخ اللي وقع فيه اللي الشموس يعني. قال هذا ينطبق عليه أنه إيش من الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هلا قضية شوف آمنوا بربهم، هذه هي يعني أبو جهل يؤمن بربه، إبليس يعني عندكم أنه كل الناس، بل حتى إبليس موحد في الربوبية. فهذا هذه الآية ترد عليكم، المفروض كان يقول آمنوا بإلههم الواحد، لأن الناس كلهم مؤمنون في الربوبية. إنها ولا تفاضل أو لا فضل ولا ثواب في توحيد الربوبية، إنما الفضل والثواب في توحيد الألوهية. طبعا هذا يرد هذه الآية ترد عليكم، وآية أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ترد عليكم. لذلك جاء ابن عبد الوهاب وقال لا لا لا، هنا الرب، هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا إن الرب معنى الإله. هذا حتى دمشقي ينقل كلام ابن عبد الوهاب مقرا، انه انتقلوا من قضيه ان التباين بين الرب والاله انه انهما لفظان متباينان الى قضيه لا، انه هذا مثل الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. طيب قلت لهم اسحبوا على هذا على ايه المؤمنون، اذا سوره المؤمنون يجوز تقول سوره المؤمنون تقول سوره المؤمنين. مهم موضوع طويل اللي هي من رب السماوات السبع، النواني افترق إذا اجتمع صار السؤال عن الرب والإله. فإذا قالوا لا يقولون الله، إذا قالوا الله ربنا الواحد وإلهنا الواحد، إذا هم موحدون في الربوبية والألوهية. مش يعني المشركين، وهذا ينقض كلامه أنه لا أني موحدون في الربوبية، هم موحدون في الربوبية مشركين في الألوهية. يعني مشركين في الألوهية تصبح حالة كونهم مشركين ومشركون في الألوهية. مهم هذا بسطت في كتاب تنوير رب الإله. لاحظتم؟ طيب وربطنا على قلوبهم، تعال نشوف هل هو الشموسي تبعك محمد بن شمس الدين، هل هو من الفتية الذين آمنوا بربهم ولا هو من ما قال عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرقون السام والربيع. تعال نشوف ينطبق علي، لأنه قيل هذا وقيل هذا في الشموسي. أنا راح أجيب لك، أنا عملت أصلا عملت لك حلقة أنا رددت عليك في هذا، لأنه هو أنا تكملت كلامه. لحظة شوي أنا ما جبنا لكم محل الشاهد لسه، شو شو بيقوله. أنا كنت أطالب يا أخوان منذ أشهر أعطوني قائمة بضلالات محمد شمس الدين. ولو يا شيخ عبد الرحمن هذا قائمتين، هاي واحد هاي اثنين، قلت لك هل تجرؤ أن تنكر هذا على ابن تيمية والشموسة؟ طبعا العنوان لا يتسع أكثر من 100 حرف هنا لهذا، أنه هل تنكر، هل تجرؤ يا دمشقي أن تنكر هذا على شمس الدين، على محمد شمس الدين اللي أنا ذكرت هنا وضلالاته ومنكراته هنا في جزء أول وجزء جزء ثاني أينما غير على الدين. نشوف هذا واحد وفي الثاني، هذه يعني بناها هذه قضيه يتحاكم الى الطاغوت. هذا الشموسي اصلا عايش على هذه القضيه انه يبلغ على قنوات الناس اللي
جبت لك انا قائمه بضلالاته وبمنكراته اللي انت تعتبرها ضلالات، مش الاشاعره ولا الشافعي ولا لا لا، اللي انت منها هذه تحاكم الى الطاغوت. انت مو نفسك طلعت وقلت هذا هذا المدخلي هذا سالم الطويل انه هذا يتحاكم الى الطاغوت لانه بلغ على قناتك، ورحت قلت له محاضره طويله عريضه وقلت هذا اطبقت عليه الايه او سحبت عليه الايه، ألم ترى الذين يزعمون آمنوا ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد كفروا ويريد الشيطان ضدهم ضلالا بعيدا، إلى إيش؟ إلى أن سلبت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات هنا لاحظوا. فأنت أنت شلون ساعة هيك وساعة هيك؟ سالم الطويل لاحظوا يتحاكم إلى الطاغوت أرسل رسالة إلى إدارة يوتيوب يشكوني، إلى يوتيوب يشكوني أني قد سرقت حقوقه وانتهكتها. أنا عن سالم الطويل الآن، هذه شهادة مين؟ سالم الطويل. تعال هون وشوفوا لاحظوا هذين، أنا بجي له تعب له تعال شوف هاي الشموسي هذا أنا بلغ عليهم، شوف يا محمد شمس الدين بلغ على قناتي وبجيب له بالوثائق وبجيب له بالهذا، شوفوا جيب لك الآيات على أنه تحكم الطريقة، بل هذا في شريعة يوتيوب أنه أنا مثلا هذا التوحيد. لاحظتم هنا سرقة في شريعة رب العالمين فلم تجب ولن تجيب إلى يوم القيامة. عرفتوا أنا هذول ما بشتون أبدا الوهابي لك، فما طلعت وانت أنا ده كله بينته بهذا التسجيل اللي أنا قلت عليه. عندك غير على الدين، أين غيرتك على الدين؟ وهاي هون لما بلغ على قناتي، لاحظ محمد شمس الدين بلغ على، يلا هاي احدى ضلالاته هذا، ولا سيما انه الشموسي نفسه وانت منه تقولون توحيد الحاكميه احد اقسام التوحيد اللي اختلفتوا فيها مع المداخله، وجابوا لكم المداخله كلام ابن عثيمين انه من يقول بان التوحيد ينقسم الى اربعه اقسام مخالف ابن تيميه مخالف لابن تيميه انه ثلاث اقسام اضافه يعني قسم توحيد الالوهيه أضاف عفوا قسم توحيد الحاكمية، قال لك ابن عثيمين هذا ضال ومبتدع وجاهل وإلى آخره، وهو هذا يضيف هذا الشموس. لذلك طلع الشموسي قال هذا ابن عثيمين، هو الشموسي يقول عن ابن عثيمين قال هذا ما هو فرمانش وتوحيد ال 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 الحاكمية، يعني هذا معنى كلامه. طلعوا بعدين المداخل وشفقوه هذول، هذا قناة سلمان الفارسي وغيره رضي الله عنه. توكلنا على الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا أنا ما حبيت يكون تعليق طويل، أنا كنت حابب أسوي هذا الفيديو كوكتيل يعني نعلق على عدد فيديوهات، عفوا نعلق على عدد فيديوهات، لكن الظاهر أنه نعلق فقط على هذا هذا الفيديو. بدك ضلالات الشموسي عندك، ها هاي اول ضلالي انه هو يتحاكم الطاغوت، وهذا اصلا مش ضلالي بس، هذا مخرج من الدين، هذا مخرج من التوحيد، لانه انت عندك توحيد الحاكميه، ولا بيجي لك وثائق، هو وثائق للشموسي يقول عنهم هؤلاء انه ليسوا اهل توحيد المداخل لانهم يطعنون في توحيد الحاكميه، وهم طعنوا فيه واتوا بكلام ابن عثيمين قال هذا ضال وجاهل. بدك دليل على انه ضال، هاي كلام العثيمين يقول لك ضال، لانه يقول توحيد حاجه واقسام التوحيد، اجيب لك انا واحد اشعري ولا هيك بدك انه ضال؟ طيب هذا كلامك انت. لما رددت على سالم الطويل قلت له انت تتحاكم الى الطاغوت، وقلت له فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. انا دعوته للشموسي لما بلغ على قناتي، قلت له تحاكم الى القران بفهم شيوخك، بفهم دمشقيه انت، بفهمك انت يا دمشقيه، انه هل انا سرقت من قناتك لما بلغ عن قناتي؟ انا فقط اجيب مقاطع وبرد عليه، مثل ما انت دابا من تعتمد يا دمشقي جبت مقاطع لسالم الطويل وردت عليه، وقلت الله سبحانه وتعالى اتى بمقاطع واتى بكلام لليهود والنصارى، ونحن نتكلم على الفكره انه ورد عليها. طيب بس هذا تحاكم للطاغوت، هاي ايش؟ ذم شيوخ الوهابله، وهذا طبعا الامر يطول، اما ذم غير مباشر مثل ابن عثيمين لما ذموا انه ذم يعني فعل يقوم به اللي هو توحيد الحاكميه، مثل ذم المنجد لما ذم المنجد قال هؤلاء الذين يتكلمون في النووي لا يساوون نعله،
وهذا المنجد مين؟ هذا شهد له الشموذي نفسه بأنه مجدد للقرن الرابع عشر والخامس عشر. يعني هاي انتم هذا فضلا عن ذم. وناس كثير من الوهابي كانوا هو اصلا هو يواليهم ويوالونه، هذا عماد رفعت واسم محمد سمير وابو عمر الباحث والقنيبي وهذه السباع هاني السباعي واحمد ال صالح وكلهم نزلوا مركبوا. غير انت اصلا ما كنت لا تحتمتح ولا تزموها، لا لا الا ركبت فيه. هن الوهابيين نزلوا من مركب وبعد الحمد لله بعد ما اشعلناها بينهم لما ايش تكلم في النووي، وانا قلت لهم قوموا ناظروه او هل يرضيكم هذا انه يتكلم في النووي. فدعوت انا ابا عمر الباحث والحسيني وكلاهما اجاب. اول شيء اجاب الحسيني وناظره، فبعد المناظره انقسم وانشطر وانفجر الوهابيه الى طرائق كثيره وفرق كثيره، وحتى الان هم يتشرذمون وينقسمون ترى بعد. طيب ناتي لك ببعض بدعه. وانت تقول انه كل بدعه ضلاله، طيب هذا يقوم ببدع، لماذا لا تنكر عليه؟ أتى ببدعة عيد الزواج، قال معلش عيد الزواج وعيد فراح وجابوا له هذه قناة سلمان الفارسي، جابوا له قال أنه هذا بدعة من هذا شوف بدعة وأيضا تقليد للكفار واليهود والنصارى وإلى آخره. يقول أيضا ببعض أنواع الشرك عندكم، قال هذه يا طيبة يا دواء العيان هذه ما فيها شيء. أو الشموس بيطلع بيقول هيك بينما طلع هذول المداخل إذا ماجد الحامدي وغيره قال لك هذا شرك إلى آخره. في شغلة أيضا من البدع اللي أنت بتعتبرها زندقة يا دمشقي، من تمنطق فقد تزندق. هذا صاحبك هذا عنده سلسلة اسمها هذا مغالطات منطقية بين قوسين عقلية أو العكس. يعني هو بيصر يعني قلت لك كلام وقال هذه مغالطات هي اصلا وضعها ارسطو، بينت اصلا هذه مثل ايش مصادره مطلوب مثل هذا وحتى قال لك هذه حذف بعض المقدمات من القياس الاقتراني او الحملي هذه فعلها ابليس، ما بيصير تحذف مقدمه صغرى وكبرى هذه بتجيبهم كلهم. طيب هذا يدعو الى القياس المنطقي والعملي والمنطق من بابه الواسع، ومن منطقة فقد تزندق عندك. أيضا من ضلالاته أيضا يقول أيضا، وهذه أنت بتعتبرها أنه من يفعلها يكون حمارا، أنه يقول الله موجود. تقول لا ما بيصير تقول الله موجود، لأنه تقول الله واجد. أنا ضحكني دي أشتغل شوف الأشاعرة اللي اختلفوا في أول شيء أنه هل الوجود صفة ذاتية هذا صفة نفسية، أو هل الله وجود عين الموجود، او هذه يعني قضيه الاشعري واختلفوا فيها مع الاشعري. المهم هذه فقلت انت شوف كيف انت، طيب انت اختلفت مع الوهابي انه هل يقال لا موجود ولا واجد، وجبنا لك كلام ابن تيميه وابن ابن تيميه وابن القيم وانه لا يقال موجود، وهذه قضيه واجد اللي انت هذه قلت لك هذه من كيسك هذه موجود هذه بالاحاديث او بالاحاديث الضعيفه كما قال ابن القيم. ايضا من ضلالاته هذه من احدى الكبر، هذه قضيه اقام، هذه تبرأ الرسول مما فعلها بشهاده ابن باز اللي هي اقامته بين اظهر المشركين. انت عم تقول هذا ممن ينطبق عليه الايه اللي هي انهم فتيه امنوا بربهم زدناهم هدى. إيه بس أنا هذولي أهل الكهف هذولي قال بعضهم إذا تزندوا ما يعودون إلا الله. الآيات إنهم تركوا اعتزلوا أهل الكفر وذهبوا إلى الكهف لفروا بدينهم، هذا فعل العكس، هذا ترك فر من الزحف في سوريا اللي هو الجهاد هناك الذي يدعو إليه، وذهب إلى ألمانيا ليقيم بين أظهر المشركين. وهذه اعتبرها ابن باز، هذا احتج عليها بالحديث، اعتبرها أمرا حراما حتى ولو كانت لمصلحة دنيوية أنه هي تجارة أو دراسة أو قال. واستشهد بالحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا أعمل لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها حسب مفهومكم أنت وحسب هذا. هذا طبعا غير بقى البدع الأخرى التي يأتي بها، مثلا هو عمل بدعة جديدة هاي السنة أتى بإيش قال مسابقة رمضان، صار يعمل هذه على قناته، هذه بدعة منين جبتها؟ في برمضان مسابقة
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل مسابقة رمضان بين أصحابه. وفي بدعة أخرى كمان، كل ما بيبدأ في فيديو بينتهي بيجيب له بيجيب آية يا قوم اتبعوا المرسلين. وين فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي صحابي أول ما يبدأ بحديث النبي يقول الصحابي يا قوم اتبعوا المرسلين يعني اتبعوا الرسول، وبعد ما ينتهي الرسول من كلامه بيجي صحابي ويقول اتبعوا يا قوم اتبعوا المرسلين. هيك عم يعمل، هذه بدعة، كل بدعة ضلالة. هذه بعض ضلالات هذا ابن شمس. يلا أتحداك تطلع وتقول ترد على هذا الفيديو إن كنت رجلا جريئا، نسميك مطلق أكثر لي. طيب موثق بس ماذا الوقت. كلام ابن عثيمين لاحظ في قضية أنه إيش، أنه من يضيف قسم رابع للتوحيد وتوحيد الحاكمية هذا ضال وجاهل، لاحظ هو قول محدث هو منكر. هذا هون شوف، هذا هون، هذا طبعا هون منطقة فقط تزندق عند عند دمشقية، وهذا يفعلها الشموسي بدليل شوف المغالطات المنطقية للشموزي. لاحظ فتوى ابن باز، لاحظ بأنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين، لاحظ حتى ولو كان لأغراض التجارة.